مرحبا. أهلين، شو بتريدي؟ أنا كوثر، أمّا لجميلة خانم. ماما؟ تفضلي، أهلا وسهلا. ثاني مرة قولي لي إني جاية لعندك. في صحفيين كتير على الباب، لأطولي كم صورة وأنا فايتة لعندك. تفضلي. كيفك ماما؟ حضرتك شو بتحبي تشربي؟ لا ما بدي أشرب شيء أبداً، بس إذا مصرة بشرب شاي. تكرم عينك. ولا قلك ساوي لي قهوة، قهوة سادة. على عيني. ليش سطلت؟ ضروري أشرب شيء؟ شو في جميلة؟ شو قصدك؟ أنت بتعرفي، ليش غيرتي رأيك فجأة؟ ما فهمت، قلتي بدك تنهي هالقصة، ليش تراجعتي؟ شو اللي تغير؟ احكي لي جميلة. ماما رجاء احكي لي جميلة، بدي أفهم شو صار لحتى غيرتي رأيك. ليكي من امبارح ما إجاني نوم وأنا عم فكر بهالموضوع، والله حاسة مخي رح يطق. احكي لي شو صار حتى غيرتي رأيك هيك فجأة؟ حبيبتي نحن 10 دقايق ولازم نطلع. كوثر خانو؟ كيفك منيحة؟ والله ماني منيحة أبدا. خير إن شاء الله. لأنه جميلة عم تمر بمشكلة ومو قبلاني تحكي لي. جميلة؟ خير حبيبتي؟ لا روحي، بس ماما قلقانة علي. أنا عندي اجتماع بالشركة، بس بالأول لازم أخذ جواز سفرك حبيبتي. ماشي. جميلة أكيد أنت منيحة حبيبتي؟ طبعا منيحة، قلت لك ما فيني شي، كل القصة إنه الأمور عم تصير بسرعة وغير هيك ما في شي نوم. حتى السكن بالقصر فاجأني، أنا وبدر ما كنا متفقين هيك، بس اضطرينا. هالحكي مزبوط؟ لا ما رح نسكن بالقصر، رح نقعد بجناح الضيوف. طيب ليش جناح الضيوف تبعك مو بنفس القصر بدر؟ وبتكون كل دقيقة عينكم بعين بعض ووشكم بوش بعض. أنا وبدر حكينا واتفقنا على كل شيء. على كل حبيبتي لازم شوفك لحالك، بدي أحكي معك من راسي لراسك، صراحة هالوضع مو عاجبني. عندي اقتراح، شو رأيك تجي معنا على باريس؟ كيف؟ بتسافري معنا، يعني منه بتغيري جو وبتحكي قد ما بدك مع جميلة. ما بصير روح معكم على شهر العسل. وين المشكلة؟ ما أنا فكرة حلوة جميلة. ايه ماما تعي روحي معنا، ننبسط كتير مع بعض، بتتعرفي على بلد جديد وفي مناطق بتاخد العقل. بدر الله يخليك لا تقدم لي مغريات. ايه بحياتي ما سمعت حماي بتروح على شهر العسل مع بنتها؟ بصير عزول بيناتكم؟ لا ما بدي. انا ما عندي مشكلة بروحتك معنا، بالعكس ننبسط سوا. لا 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 ما بدي، بكرة الصحفيين بينشروا الخبر على الصفحة الاولى. ما كتير بهمني ينشروا. عم تحكي جد؟ ماما مشان الله خلينا نسافر مع بعض، والله منروح مشاوير كتير حلوة نحن وياكي. ايه خلص، طالما مصرين كل هالقد ما رح اكسر بخاطركن. معناها لازم نبدأ بمعاملتك انتي كمان. بالاول لازم نطالع لك جواز سفر. لا انا في معي جواز سفر. من قبل كم سنة طلعت جواز سفر مشان رحلة كنت مسجلة فيها. هذا المكتب كان بده ياخذنا على مناطق كتير حلوة، روما، فينيسيا، وبعدين انضحك علي وطلعت واقعة بين ايدين نصابين. أيوة. اخ منهم لما لموا المصاري وصار المبلغ كبير معهم هربوا، وطبعا طارت الرحلة معهم، بس ضل جواز ذكرى معي. بس ما رح اخسر عليك، هلا احتجنا. يلا وفر علينا وقت، معناها بس رح نعمل معاملة الفيزا وهي ما رح تاخد وقت كتير معنا. عن جد؟ يلا كتير منيح. الحياة حلوة وأنا قاعدة، إجت الرحلة لعندي. بس شو أعمل بالمحل؟ خلص بحلها أكيد رح لاقي شي طريقة. يعني إذا مثل ما عم تقول الفيزا بتطلع بيومين بيكون كتير منيح يا بدر. إيه لا تخافي جماعتنا بيحلوها. هاي زينب. مرحبا. أهلين. هلأ أنتو نازلين هون؟ عن جد أنت كتير غريبة زينب، يعني كل اسطنبول عارفة أنه نازلين هون وأنت لهلأ لعرفتي؟ كيفك جميلة؟ أنا مراش حالات بوسي. عين وصابتك سلامتك. شو زينب؟ جاي تتغدي هون ما هي؟ جاي أتغدى هون مع رفقاتي. خلينا نتغدى مع بعض شي مرة. تعزميها بعد ما ترجعوا من شهر العسل. صح، صار لي ما شفتك من يوم تزوجتوا.
يلا تأخرنا، لسه بدنا نروح على البيت لحتى ناخذ جوازات السفر. زينب عرفتي اني رح سافر على باري؟ حلو كتير. يلا لكن نشوفك بس نرجع. باي. مع السلامة. باي باي زينب. الله معكم. بعرف انك عملتيه عن قصد، عطتيهم العنوان غلط، بس رح دفعك الثمن غالي يا زينب. شو رح تعمل؟ ما رح خليك تحصلي على مهمة. لسه عندك أمل فيه حتى بعد ما تزوجتي. جميلة. جميلة حبيبتي، يلا طيب السيارة. والله ما معقولة لحين هالدعسة وإنه نحن نطابق. جميلة على اتفاق الزواج. حلو 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 كتير، منيح كتير. غريبة، ما عرضتي اتفاقية الزواج وقعتي عليها بكل طيب خاطر. والله كنت مفكرة انك رح تعملي مشكلة. شوي تاني رح صدق انك تزوجتي لبدر عن حبي يا ست جميلة. بتمنى ما حدا يشكك بحبنا. يلا حبيبتي. يعني كان لازم تصعب الأمور كل هالقد؟ شدي حيلك شوي، أصلاً بس يصير الوقت أنت رح تمشي من هون من دون ما يدرى حدا. هلأ إذا طلعنا ضجة إحنا بنخسر.